وعلى عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا أهلي لأفديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني. طبعا أنا هو خلود الفلسطيني، وزي ما أنتوا شايفين أنا لابس ملابس لونها أخضر على لون علم فلسطين. هي يا بابا صراحة اليوم ملل كتير كتير، إيش راح نسوي؟ خلص ولا يمك يا طفلي يا صغير، اليوم راح نسوي شغلات كتير وراح نعمل مغامرات قوية. بما ان احنا الان موجودين داخل كوكب فلسطين، هاي الاعلام مرفوعة بهذا المكان، وكمان اليوم بدي اياك تشوف هذا الاشي الخطير. اطلع، الاشرار الامريكيين والاسرائيليين عبونا هذا المكان بالمياه، لازم احنا ننشفها بلاش يغرق كوكبنا بعدين. والله صح كلامك، يعني هوني في كمية مي كبيرة بداخل الكوكب تاعنا. خلص خليني بدي اخد انا من الصندوق هذا الاسفنج يعني، وبدي ابلش اشفف بهذه البحيرة الصغيرة. ايوه يلا عبي هذا المكان اسفنج علشان ما يتعبى بالمية، بلاش يغرق الكوكب تبعنا ونعيش بالشارع بعدين. بوم، هينا نظفناه بسرعة كبيرة. ويلا هلا تعالوا اطلع حتى نشوف ايش موجود بالخارج. والله صراحة هذه المهمة كانت ممتعة كتير. هلا ايش بدنا نسوي؟ لازم نغادر من هذا الكوكب ونطلع بالمدينة. يلا يا اخوي مع السلامة، ويلا يا ماما مع السلامة. مع السلامة يا صغيري، دير بالك على حالك يعني، لأنه في بهذا العالم ناس أشرار كتير. لا تخافي، أنا ماني خايف من ولا أي حدا شرير، لأنه أنا قوي على الآخر. هي يا بابا اسمع علي، أنا جعبال إنه أنزل على هذه المدينة وأتجول فيها. تتجول فيها؟ لا لا ما بتقدر، لأنه بالأسفل في يعني جنود أشرار. اسمع علي، فقط الأماكن اللي بنقدر نروح عليها هي هاي الكواكب، لأنه قريبة كتير. أما لو أنت بتبتعد ممكن يعني يصير في شي خطير. أنت هلأ بدي أعطيك جناح طيران احتياطا، ما معي غيره، بالمرة بالمرة. وأنا بدي أوصل ببلوكات، بدنا نروح نزور كوكب تاني. بس يا ترى مين بتتوقع؟ إيه؟ هذا علم إيش؟ علم البرتغال ولا علم ايطاليا ولا ايش؟ لا اتوقع انه هذا علم امريكا. نعم امريكا صديقتنا يعني، هي دولة بتحب السلام والامان. يلا يلا يا بابا وصل باقصى سرعة على هذا الكوكب. يلا يلا خلينا اوصل، بدنا نروح وبدنا نشوفهم، واذا كانوا كويسين بدنا نعيش عندهم. ايه ليش هيك سويت يا غبي؟ لا 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 يا حبيبي مات بابا، والله انا دفعت عن طريق الغلط يعني. يا الله خلص مو مشكلة، المهم انه انا اليوم بدي استمتع بكل اوقاتي. يلا بدي اجي على هذا الكوكب من هذا المكان. هي البوابة، افتح يا سمسم. هاي مرحبا يا امريكا، السلام عليكم، كيف حالكم؟ ايه وعليكم الشر ورحمة الله وبركاته. شو هذا اللي بشوفه قدامي؟ ولد صغير؟ اوه بس ليش لابس هذا الجناح اللونه اخضر؟ هي انا هو خلود الفلسطيني. بس استنى، ليش انت قلت وعليكم الشر؟ لازم ترد يعني وعليكم السلام. شو بتحكي؟ فلسطيني او فلسطيني؟ ما في هذا الاشي بالمرة، اصلا ما في دولة اسمها فلسطين. انا بعرف اسمها اسرائيل، هي الدولة اللي احنا منحبها. هاي بابا هذا هالك الاحمر الشرير دائما بدعمها وبحرق المدن اللي اسمها فلسطين، ما بعرف شو اسمها. وايه علي هدول يعني انتو ناس اشرار، وانا فكرت انكو انتو ناس طيبين. خلص انا الان بدي اغادر. اخ شو هذا؟ توقف مكانك، ما في تغادر ولا تروح لأي مكان. شو تغادر ما تغادر، اللي بدخل لعنا شو العقاب تبعه يا بابا ويا ماما ويا أخوي؟ اسمع علي يا صغيري، عقاب اللي بدخل لهذا المكان لازم يسوي تحديات ومهمات وعقاب قوي على الآخر. يلا الآن بدي إياك يا صغيري تاخده لخارج هذا الكوكب وتفرجيه الشغلات القوية كتير. خلاص ماشي انا موافق. اسمع علي يا ولد، هلا انا بدي اختبرك بالشغلات، بدي العبك العاب، بعديها بدي ارجعك هون. اذا عجبه بابا ممكن هو يحولك الى عائلتنا، اما اذا ما عجبه والله يمكن هو يقتلك يعني او يحرقك، مثل هاي الصوره بيحرق الناس هو. طيب ماشي انا موافق يعني، انا ما بخاف. شوف. ايش في؟ شو هدول؟ ايه هدول حراس معهم أسلحة. يا سلام أسلحة متطورة وقوية، انتو دولة غنية. خلص ليش ما تصيروا ناس طيبين؟
لا مستحيل، احنا هيك بنحب اصلا الشغله بدمنا. طلع عندنا هون حراس، حارس، حارسين، ثلاثه، عشرة ماسكين اسلحه علشان لو اي حدا حاول يهجم علينا. وبابا كمان شرير وقوي، بيطلع نيران من تمه ومن عينيه ومن رجليه، وعنده قدرات مايه طبيعيه قويه كتير. طب اسمع علي، خلص انا بدي اغادر من عندك، بدي انزل على المدينه. كل اللي عم تحكي انت شكله كلام فارغ الكامل. تعال تعال شوف، لا تبتعد، وين رايح انت؟ اوف انا لازم اتبعك، يعني ممنوع تهرب مني ابدا ابدا. انت بس بضلك تحكي انه عندك قدرات وشغلات، ما فرجيتني ولا اي اشي. هيني لقيت انا هاي السيارة اللامبورغيني الخضراء. اي انزل من هون وبعد، هاي المدينة كلياتها لنا، لا امريكا فقط اقوى دولة بالعالم. بيو شوف هاي الاكسل معاي. أوه. عمرك شفت حدا بالعالم او عند اي بطل خارق عنده مثل ها؟ والله صار حجمك كمان كبير. شو هذا، كيف ازداد حجمك يعني؟ اخ توقف، هاي قدرات، طلع كيف طار للسماء، عن جد والله ايش رائع. اسمع علي، لسه انا عندي قدرات تانية، بتحب تشوف شكلك صغير؟ بيو طلع صار حجمه مثل النملة، وكمان هاي هيك برجع شكلي. طيب تتحداني تحدي؟ ايش شو التحدي؟ نعم اسمع علي، يعني انت عاد بتفرجيني قدرات وشغلات كثيره، انا بدي افرجيك قدره عندي للقدره للفلسطينيين انه بيقدروا يعني يغيروا لون هذه الارض، لانه هذه الارض لنا. يلا يا ارض تحول الى الاميرالد. بعد واحد اثنين ثلاثه بوم، شوف كيف رح تتحول، صارت اميرالد. نعم والله. طب لا مش حلوه الاميرالد، انا بدي اياها تتحول على ريد ستون. ايه لا لا، الريد ستون مو لونه حلو. هي اخ شو هذا، هو لونه حلو، اسكت ولا كلمه واحد غبي. احلى ايش اصلا الريد ستون، لانه علمه امريكي، شكله امريكي ورائع كتير. طب اسمع، عندي لسه كمان قدرات بدك فرجيك اياها. نعم فرجيني، صراحه هذه الشغلات اللي عندك حلوه وممتعه. ايوه طبعا حلوه وممتعه. يلا واحد اثنين ثلاثة، شوف معاي هلا شوية شغلات بدي اجربهم، بدي اشوف ايش بيعملوا. يلا زي هيك طلع، لانه احنا ناريين. بيو اطلق النار يا حبيبي، حرقتني، خليني بدي ادخل على هذه المية. طب شوف هذا، شوف هذه، هاي انا كمان بقدر انزل ثلج. صح انه انا يعني ناري، ولكن كمان بحب اللعب بالثلج. والله هذا الرجل السنو طلعني احلاه، والله هذا عبارة عن رجل جليدي. يا سلام، ايوه وين ما بيمشي بصير تحتيه جليد. واو طب شوف هذه، بيو طلع طلع كيف، بوم انا قتلته. طلع بطلع شغلات غريبة عجيبة، خليني اجربها. هون بيو هدول اسنان يعني بيطلعوا من الارض، بدك تجرب؟ طب ماشي بدي اعطيك واحدة عشوائية، خود خليني ارميها زي هيك، شوف شو بتسوي. يلا خليني اشوف هاي ايش بتعمل. هاي بتطلع بخار، يا سلام. استنى كمان مرة، كمان مرة حاول. يلا ايه شو هاي بتطلع عناكب، بعدهم بعدهم عني. طب اسمع بدنا نجرب كمان مجموعة، نشوف ايش ممكن يسووا، خلينا نعرف مين الأقوى. يلا مستعد؟ طيب ماشي يلا. هاي هذه هي القدرة الأولى، يلا. ايه شو هاي بتسوي؟ والله مرعب كتير، خود جرب هذه انت. استنى خلينا اجربها، هاي ايش بتعمل؟ ايه سوي ككة هذه ولا هذا دهان؟ طلع كيف دهان اي والله البجع الواحد هذا، اخ شو هذا، طلع كيف صار لازق فيني، والله بعدها عني بعدها. والله طلع محل ما صرت امشي صار ينزل. خد لك هادي، شيل عني، شيل الدهن عني، شيل. كسر راسك والله، تعال بدي احط منه اكثر عليك، تعال لهون خد لك هيك. خد لك هاي، نم 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 نم. اوف يا الله، صباح الخير، اصبحنا واصبح الملك لله. طبعا انا هو بنتن صاحب سيارة الأومنيتريكس، وانا بعيش بهذا المكان مع فريق الابطال الخارقين زي ما انتم شايفين. هذا سبايدر مان، كابتن امريكا، باتمان، كلياتهم عبارة عن ابطال خارقين. هي يا صديقي هولك، يعني سمعت انه في هذه المدينة في ناس اشرار، كيف بدي اتاكد يعني الشخص اللي بشوفه اذا شرير او لا؟ ببين عليه من منظره اذا هو يعني مرعب وشرير، وعيونه مبينات مش طيبات، وفي رائحة الشر بيكون شرير، اما الرجل الطيب بيكون مبين عليه من كلامه ومن شكله. والله يعني انا خايف صراحة اطلع ويجي واحد يخدعني، يصير يقول لي انه هو طيب ولكن يطلع بالحقيقة شرير. ايه شو هذا، في شخص والله موجود على كوكبي، مين انت؟ هي ايه
مرحبا. اوه انا هو الشخص الطيب، انا هو هالك الاحمر، يعني نعم انا من فريق الابطال الخارقين. استنى، انا بعرف انه هالك الاخضر من فريق الابطال الخارقين، بس اول مرة بشوف احد لونه احمر. يعني لا لا، احنا كمان من الابطال. اسمع علي، اذا انت مش مصدقني انزل تحت يعني واسال علي. تعال معي، تعال وشوف انه انا من فريق الابطال. مرحبا، السلام عليكم. صح انا من الفريق تبعكم، من فريق الابطال. بتعرفوني انتو؟ لا والله انا ما بعرف مين هذا. هذا مبين عليه هالك يعني، ولكن ليش شكله اخضر؟ نعم، شو هذا الشكل الجديد؟ ماني عارف والله عن جد، هذا يعني مش مثلنا. يمكن هذا يمكن واحد شرير جاي يضحك علينا علشان ما نقتله، او جاي حتى يتجسس علينا. بنتين اكتشف هذا الشرير ولا لا؟ لانه انا حاسة شرير، ليش شكله احمر وعيونه شريرة كتير وفي رايحة مش حلوة بالمرة. تعال تعال يا هالك الاحمر، انا بدي اسوي لك اختبار، بدي اتأكد هل انت واحد طيب ولا شرير. تعال الى هذا المكان، هاي هون موجود هذا السجن، اذا قدرت انت تقرأ هذه الكلمات يعني بتكون واحد طيب. اوه طيب ماشي، انا بعرف اقرأ، خلينا اشوف. والله صعب كتير، يمكن ما بعرف اقرأ، ما بعرف اقرأ انا. اذا ما بتعرف تقرأ هذا الكلام، هذا الاشي بدل على انك انت واحد شرير، وهلأ بدي انادي كل الابطال الخارقين حتى يقضوا عليك. ايش؟ لا لا لا، بترجعك لا تسوي هذا الاشي. انا يعني شرير؟ شرير نعم، ولكن شرير عطيب. اسمع علي، خليك جوا هذا السجن، بدي اورجيك خدعة انه انا رجل طيب. ماشي؟ شو اللي بتحكي شرير على طيب؟ ولكو هذا واحد شرير. خلص بيو، تعال خدعتك. افتح وسكر لي هذا الباب. يلا هيني حبستك بالداخل وضحكت عليك. اوف استنى شوية، قرب قرب، تعال خد لك. لا دب هلا، لا لا ما بدي ما بدي، دعطيك شنح حيران هذا. ايه هيا اشوف. ايه لا لا بعد عني، لا لا ما بدي اسقط. لا قلت لك بدي اجيبك من العالم. ايوه لا 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 لا. اي يا سلام، هيا وندب الله من العالم ومات. هذا يعني واحد شرير. خلاص الان انا بدي استكشف هذه الكواكب. هاي هذا كوكب لونه اصفر، كوكب لونه احمر، وكمان كوكب لونه ازرق. خليني انا بدي اضلني جاي على هذا الكوكب اللي لونه ازرق. واو هاي هون في عليها سيارات اسطوريه، وهي هون في صوره مكتوب عليها عائلة الدولفين جراند. يا سلام والله هذه القناة مبين عليها حلوة كتير كتير، وبدي كل واحد بيشوف الفيديو حاليا يضغط لايك ويشترك بالقناة ويفعل جرس التنبيهات. يلا ايه شو هذا الصوت؟ استنى شوي خليني بدي اطلع لفوق. ايه شو هذا؟ هذا بني ادم ولا حيوان؟ شو هذا؟ مين انت؟ شو بتعمل هون؟ ايه ولك انا انسان، انا بنتن. والله شكلك غريب، انت مبين عليك عبارة عن رجل مطاطي. رجل مطاطي؟ أيوة أنا هو البوكسي بو، بمد إيدي زنبرك، أنا بضلني أقفز 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 زي هيك، بس أنا يعني بنزل على الأرض. اسمع علي، إحنا هون عائلة بناكل البشر، أنت بشري؟ نعم، وأنا هون بقضي على الناس الأشرار اللي مثلك. هاي مرحبا، السلام عليكم. إيه؟ الواحد بقول الشر عليكم، انت الان موجود في عائلة بوكسي بو. انا هي بوكسي بو البنت الشريرة، وهذا الاخضر هو زوجي، انت كمان لونك اخضر، بس انت مبين عليك واحد مسكين يعني. ايوه هذا شكله واحد مسكين، طلع كيف هيك عليه، مكتوب عليه رقم 10، يعني انت 10 واحد رح اكله انا. هاي الاسد موجود وراك كمان، هذا جائع وبده طعميه. اسد؟ هذا الاسد طيب مسالم أسد. ولا لا؟ لا شو مسالم ما مسالم، مش شايفه جالس بتمغمط. ايه عصبت والله اياك. إيه؟ بس بس يا اسد لا تغضب، خلاص هلا انا بدي اطعميك اياه. هي خلي الاسد يهجم عليك. لا لا يا حبيبي والله هذا الاسد انا بدي اخذ عليه. يلا تعال انا بنت خذ لك اياه. يلا ما بدك تقضي عليه، اسمع علي، طلع علينا شوف اسناننا قديش مرعبه، طلع قديش كبير 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 السن. شو رايك هذا لما ينغز راسك؟ ايه او هذا يعني
بهاي الجزي هيك، دخل راسك جوا هون هيك جوا، وبعدين بوم بسكر بأسناني. يا حبيبي اسمع لي، أنا من فريق الأبطال الخارقين، والآن أنا بدي آخ شو هذا الأسد صار يضربني. انزل انزل، هاي الأسد جاع كتير، جوعته. إيه لا 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 لا، أنا بدي أنادي فريق الأبطال الخارقين بالكامل. انزل انزل بلا أبطال خارقين بلا بطيخ، خلين أنا هلأ بدي أسكر هاي الفتحة زي هيك علشان ما يطلع بالمرة ونحبسه. انزل انزل ابعد آخ، لا عم بسكر الطريق يعني هذا، ولك لا لا بدي أطلع، استنى استنى لا هيك بوم. يا الله هيك انت الآن محبوس عنا، رح تكون صديقنا. شوف الأسد شو رأيك فيه. ايه ولك ابعده ابعده، خلص بدي أكسر راسه أنا لهذا الأسد. يلا يا أسد اهجم عليه. يمي يمي، تعال لون تعال، يلا بدنا ناكلك. لا 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 لا، الحمد لله نزلت الأسفل يا حبيبي، شو بدي أعمل أنا. تعالي أسد، خلينا أحمل الأسد زي هيك، أنزل الأسفل، طلع قديش هايج الأسد ومعصب. تعال تعال خلي ياكلك، تعال خلي الأسد ياكله. يلا ابعد يلا ابعد. يلا هي زي هيك، يلا كله كله يا أسد، خلينا أحط له 1000 أسد بالأسفل خليه ياكله. لا لا دمي قلب قلب واحد، لا لا ما بدي أموت، ما لازم أموت الآن. إيه حط أسود كتار مالكم بسرعة، أنزل أتخبط يا أسدين علشان ياكلوك. هاي في تحت كمان أسود، يلا كله كله.